مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. كان في فيديو متداول على السوشيال ميديا عبارة عن اعتداء على بعض الأقباط قدام كنيسة العذراء بمسترد. القصة اللي احنا شفناها او الفيديو المتداول اللي كان موجود على السوشيال ميديا ان كان في ناس قلعين ملط ومسكين شوم وبيضربوا ناس كانوا مسكين صورة العذراء، كانوا عايزين يعملوا زفة يعني في الشارع وكده بصورة العذراء، فتم الاعتداء عليهم. ده اللي اتقال في الفيديو او اللي احنا شفناه بعينينا. طيب عشان نوثق برضو الخبر، موقع الأقباط متحدون اهتم برضو بالموضوع ده وكتب خبر فيديو متداول بقوة ناشروه انه بيرصد اعتداء على أقباط بمنطقة مسترد. اعتداء على أقباط بمنطقة مسترد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اعتداء على أقباط بمنطقة مسترد، وقال ناشروه هجوم على أشخاص مسيحيين من عائلة كبيرة بمسترد بعدم دخول الصورة الكبيرة كنيسة العذراء الأثرية بمسترد. تعال نشوف بقى كده. كان في اعتداء كبير من قبل شباب كانوا عرايا تقريبا ومسكين شوم داخلين في الناس وقاعدين يتهجموا عليهم. طيب برضو كان في خبر تاني كانوا كاتبين فيديو شاب قبطي تعرضنا لاعتداء وحشي من قبل اشخاص اثناء زفة نهضة العذراء بمسترد. البداية لما واحد قاعد يضرب في صورة العذراء، واحد طلع في فيديو بعد الخناقة على طول كان قاعدين يهدوا فيه، فكانوا بيصوروا الفيديو ده مع الشخص ده وقاعد يحكي بقى حصل لهم ايه. قال احنا كنا ماسكين صورة العذراء عادي جدا وكان هندخل بيها الكنيسة، وكان في ناس اعترضت هذا الموضوع وقعدوا يضربوا في الصورة ويضربوا فينا احنا كمان عشان ما ندخلش بيها الكنيسة. تعالوا نشوف قال ايه. قول بقى قول من الاول. كنا جايين بالزفة، واحد قاعد يضرب في الصورة من ورا لما كان هيخليها تتقطع. الشباب بيكلموه بيقولوا له في ايه انت بتضرب الصورة ليه؟ قاعد يشتم الفاظ مش هينفع تتقال في الفيديو. ومرة واحدة قاعد يقول شيلوا الصورة منين؟ شيلوا الصورة منين؟ وقاعد يزق فينا. الشباب لسه بيشيلوا، مرة واحدة علينا واحد مسك ده من القميص وقاعد يضرب فيه، ومسكوا عيل تاني قاعد يضربوا فيه، ولينا تلات أربع حريم راحوا طلعوا، وقعدت الست بتلقط دول عيالي راحت ماسكينا وشلتنا ورمينا على الأرض ورفعوا الكرسي وقعدوا يزولوا يضربوا فيها. دخلنا كلنا الحوش عشان خاطر الست اللي وقعت على الأرض، قعدوا يضربوا فينا بالشو، ضربوا الشاب على دماغه اسمه ياس علاء، دخل يعمل عملية دلوقتي على الارتجاج في المخ، ضربوا واحد عنده القلب، دخلوني دلوقتي حالا معهد القلب في الباب، قلت لك عنده وزنة قلب بسبب الجلطة، ما عرفتش إذا كان هيطلع ولا مش هيطلع وعنده عيلين. ضربوني كلنا وضربوني في رجلي وانا لسه عامل عمليه من 4 شهور وكنت بقول للنبي عشان كده. ارفع رجليك وريهم رجليك عشان ياخو مسامير. بص ورا ازاي كسروها من تاني، ودي راسه اللي كسروا مناخيره مكسوره، كسروا مناخيري وبهدلونا، ودي ايده ودي التاني بيعملوا فينا كده. حريم يوم عليها حريم تتضرب، الحريم اللي اتضرب يضرب بالباص ويضربوا فينا بالشوم ويدوز علينا بالجزف، والحكومة بتضرب عليهم، الحكومة بتضرب عليهم، ده كلها بتكل على الله ليه؟ عشان خاطر احنا مسيحيين وبنحتفل. يوقفوا العيال الصغيرة على السوسيس، اصبحوا باقباط مصر، اصبحوا باقباط مصر، ادي اقباط مصر، ومش راضيين يمشوا بيرفعوا العيال الصغيرة ما عندهمش 5 6 سنين. استنى على رقبة عيال صغيرة تتخض، اهلهم مش عارفة تاخد عيال صغيرة لا يضربوهم تاني. بقت الناس في الزفه تخطف بالعين من على التروسيكل وتجري بيهم، عارف تركب التوك توك عشان نروحها، يطلع عليهم 4 يوقفوهم بالسلكه عشان يمشوا التوك توك وياخدوا من الست السلسله اللي في صدرها، وبالعافيه مشيناهم لما بصنا رجليهم لقي بدرهم يضربوهم قدامنا. انا شفت حرمنا بتتضرب قدامنا بالكراسي وبالجزم وما رضيش يدخلونا نزور العذراء، مش بسامح والله من العظيم ما بسامح. العذراء عليهم يا بابا، العذراء تجازيهم تجيب حقه.
قال شاب قبطي تم الاعتداء عليه بالضرب. تعرضنا لاعتداء وحشي من قبل أشخاص أثناء زفة نهضة العذراء بمسترد، وواصل باكيا خلال مقطع فيديو متداول البداية عندما حاول شخص تدمير صورة للسيدة العذراء، وتابع واحد قاعد يضرب في الصورة، وبعض الشباب قالوا له في ايه ليه تضرب الصورة، قام قال شيلوا الصورة من هنا، وقاعد يزعق فينا موضحا. ثم بعدها قاموا بالاعتداء علينا بالضرب، كما تم الاعتداء على سيدة ضربا. وده الشاب ده اللي كان بيحكي اسمه ياسا، وحصل له ارتجاج في المخ نتيجة الضرب، وتم نقله الى المستشفى وسوف يخضع العملية. كان فيه برضو خبر اخر كانوا كاتبين فيه شريف رسمي يكشف تفاصيل الاعتداء على اقباط بمسترد. علق شريف رسمي المحامي والناشط الحقوقي على الاعتداء على أقباط بمنطقة مسترد في الساعات الأولى من صباح السبت. وقال رسمي عبر صفحته على الفيسبوك: من ساعة ما شفت فيديوهات الاعتداء على زوار كنيسة العذراء بمسترد وأنا دمي بيغلي، لكن عادتي لازم أتحقق بنفسي كويس جدا، واتصلت بأصدقائي من خدام الكنيسة نفسهم، وللأسف زادت حيرتي. يعني هو لما اتصل بيهم قالوا له روايتين، فهو لحد الان مش متاكد انهي الروايه الصحيحه، بس الفيديوهات بيقولوا ان في اعتداء فعلا. يعني احنا شفنا بالصوت والصوره قدام عينينا ان في فيديو اعتداء فعلا، وكان في ناس ماسكين شوم كانوا داخلين وكانوا بتهجموا على الاقباط. ده فيديو بالصوت والصوره يعني متوثق اهو. بس ايه السبب بقى؟ هل هو سبب طائفي ولا سبب عادي خناقه عاديه؟ هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه، لازم يكون في شفافية في هذا الموضوع. هما مش عارفين السبب الخناقة ايه، تفاهمين؟ هل هو سبب طائفي ما بين مسلمين ومسيحيين ولا كانت خناقة عادية؟ طيب تعالوا نشوف هو قال ايه. وتابع المحامي والناشط الحقوقي: سمعت قصتين، الاولى ان المشكلة عادية جدا ليس لها اي بعد طائفي، تمام، بل ان اهل المنطقة المجاورين للكنيسة دايما بيساعدوا بيعاونوا، لأن وقت المولد بيحصل رواج اقتصادي بيستنوه من السنة للسنة، بل إنهم اشتكوا من سلوك بعض الزوار المسيحيين. طبعا أنتوا عارفين أن ساعة لما بيكون في نهضة العذراء، طبعا كنائس العذراء بتعمل نهضة، كل الكنائس طبعا بتعمل نهضات للعذراء، وبيبقى فيه تماجيد وبيبقى فيه ترانيم وبيبقى فيه فقرة روحية وفي عزة كل يوم بالليل. فطبعا كنيسة العذراء بمسترد غنية عن التعريف، وفي ناس بتجيلها من كل أنحاء العالم على فكرة، مش في مصر بس، لا من خارج مصر كمان بيستنوا الأيام المقدسة دي عشان يروحوا ياخدوا بركة المكان. فكنيسة العذراء بمسترد دي كنيسة أثرية طبعا، فبيروحوا ياخدوا بركة الكنيسة، وفي ناس بتقعد بقى هناك ساعات بيأجروا مكان جنب الكنيسة عشان يكونوا متواجدين دايما هناك. بيحصل رواج اقتصادي، ناس بتبيع حاجات هناك زي ما بيحصل في أي مولد للعذراء، بنشوف في ناس بائعة جائلين كده في النص بيقعدوا هنا يقعدوا هنا، يعني بيستنوا المولد من السنة للسنة عشان يبيعوا حاجتهم. تمام كده تمام. فبيقولوا في خناقة عادية بين المسيحيين نفسه، يعني دي خناقة عادية. طيب نكمل نشوف ايه تاني. وأضاف القصة الثانية إن مجموعة من الزوار ماشيين فيما يشبه زفة بصورة العذراء في الشارع. هم عملوا زفة في الشارع بصورة العذراء. إيه اللي حصل بعد كده؟ أثار استياء لبعض مسلمين المنطقة فاعتدوا على الصورة، وحدث تطاول لفظي أعقبه اعتداء بدني وحشي، وده اللي كلنا شفناه في الفيديو بالضبط. إحنا شفنا فعلا فيديو كان بشع بصراحة، أدى إلى إصابة واحد اسمه ياس علاء اللي احنا شفناه في الفيديو، اسمه ياس علاء، بضربة بشومة قوية على راسه، ويقال إن إصابته خطيرة والاعتداء على سيدات وأطفال، بل وصل الأمر لسرقة المجني عليهم. وقال شريف رسمي: بصراحة حتى هذه اللحظة أنا غير متأكد من سبب المشكلة. يعني إيه سبب الخناقة؟ اتخانقوا ليه مع بعض؟ إيه السبب الرئيسي للخناقة؟ هل هو فعلاً شافوا صورة العذراء ما كانوش عايزين يعملوا زف في الشارع عشان كده اعتدوا عليهم، ولا كان خناقات ما بينهم ما بين بعضهم عادي جدا محدش عارف سبب المشكلة ايه؟
وهل هي طائفية من عدمه؟ لكن اللي احنا شفناه بعنينا اعتداء بشع من ناس العملت ينشوم وكراسي وأقفاص وحجارة بيعتدوا بيها على الطرف الآخر. واختتم، أيا كان سبب المشكلة لازم يكون في تحقيق محايد ومعاقبة المخطئين، وإلا الموضوع هيتكرر كالعادة، وخاصة أن منطقة شبرا الخيمة منطقة ملتهبة، ومسيحيين شبرا الخيمة لهم طابع خاص جدا مش زي مسيحيين المنيا. هستمر في التحقق بنفسي لحد ما اوصل للحقيقة. قال لسه هيعمل اتصالات تاني ويسمع روايات من الناس، ما لازم يا جماعة برضو الناس شهود عيان، يعني في ناس كانوا شهود عيان على الحدث هناك، فهو لسه هيسمع من هنا ومن هنا ومن هنا عشان يتأكد من الرواية الصحيحة ايه اللي حصل بالظبط. احنا فعلا شفنا بعنينا فيديوهات متوثقة بالصوت والصورة ان في اعتداء حصل، بس مين دول ومين دول؟ تفهمين ايه سبب الخناقة؟ بس هو ده اللي احنا عايزين نعرفه، ولو في اي تطورات جديدة في الامر انا هطلع برضو اقول لكم عليها عشان برضو اطمنكم، عشان برضو لازم تكون المنطقة امنة هناك وما فيش اي حاجة تحصل عشان برضو الناس تدخل بطريقة امنة الكنيسة ويبقاش في مشاكل من اي نوع. تحياتي واشوفكم في حاجة جديدة، كان معكم نيفين جرجس.